السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى هذه المتابعة الإخبارية لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك في هذا اليوم، والذي يتزامن مع محاولات جماعات المعبد والجماعات الصهيونية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى المبارك في ما يسمى بيوم توحيد القدس بالنسبة لهم بطبيعة الحال، حيث أن هذا اليوم يتزامن مع احتلال القدس عام 67، إتمام أو إطباق السيطرة الكاملة والاحتلال الكامل على القدس بشقيها الغربي والشرقي، بالإضافة إلى ارتباطه بأعياد دينية. تحاول هذه الجماعات المتطرفة الصهيونية ما تسمى جماعات المعبد أن تفرض وقائع على الأرض في المسجد الأقصى المبارك في محاولة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. مكانيا بحيث أن تكون هناك أماكن خاصة بهم للعبادة في أوقات عبادة المسلمين بطبيعة الحال المقدسيين وغيرهم من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وزمانيا أن تكون هناك أوقات مخصصة لعبادتهم، وفي هذه الأوقات لا يكون سماح للمسلمين بالدخول إلى تلك الأماكن لتأدية الصلاة فيها. ما جرى هو أن تحضيرات كبيرة جرت خلال الأيام الماضية من جماعات المعبد ومن الحكومة الصهيونية لاقتحام المسجد المبارك وبالتالي فرض هذه الوقائع الجديدة. القرار المقدسي والفلسطيني والعربي والإسلامي كان بألا تمر هذه الجريمة النكراء، جريمة اقتحام المسجد المبارك في شهر رمضان والذي يقع في 28 من هذا الشهر، وبالتالي قرر المقدسيون الثبات والصمود والرباط في المسجد الأقصى، وجاء إلى المسجد الفلسطينيون جاءوا إلى المسجد من كافة أصقاع فلسطين المحتلة سوى من قطاع غزة بطبيعة الحال بحكم عدم المقدرة على الوصول، من مناطقنا المحتلة عام 48 ومن القدس المحتلة ومن الضفة، من تمكن من الوصول إلى الأقصى وصل إلى هناك ورابط في الأقصى، وكان المرابطون بالمئات معظمهم من الشباب والشابات المقدسيين والفلسطينيين، وبالتالي تجهزوا لصد هذه الهجمة الصهيونية. وما جرى خلال الساعات الماضية هو أن الاحتلال دخل أو اقتحم الأقصى لمحاولة تفريغ الأقصى من المسلمين، وبالتالي إتاحة المجال والفرصة للصهاينة للمستوطنين بالدخول وتأدية طقوسهم وأعيادهم في هذا المسجد المبارك، وحصلت اشتباكات ومناوشات كبيرة قام من خلالها المحتل الصهيوني بإلقاء الرصاص المغلف بالمطاط وكذلك قنابل الصوت والقنابل الغازية على المصلين والمرابطين، وأدى ذلك إلى إصابة أكثر من 300 مقدسي، إصابة بعضهم خطيرة وقد تلقوا العلاج في المستشفى. لذلك نحن اليوم نناقش ونتابع هذه القضية المهمة مع جملة من ضيوفنا الكرام. سيكون معنا عبر الخط الهاتفي من القدس الدكتور جمال عمر الخبير في الشؤون المقدسية، وكذلك من القدس ومن 48 الأستاذ توفيق محمد الكاتب الصحفي الذي كان موجودا في الأقصى قادما من 48، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمود حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان من طبعا هو معنا الآن. أستاذ محمود مرحبا بك معنا، المدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أهلا بكم. أهلا بكم. يا حي الله. وكذلك نرحب بالأستاذ ياسين حمود مدير مؤسسة القدس الدولية التي كان لها دور كبير في التوعية بمخاطر هذه الهجمة الشرسة. سنتابع معكم إن شاء الله هذه المتابعة الإخبارية بعد أن نشاهد هذا التقرير، فتفضلوا بالبقاء معنا. ظن الصهاينة أن القدس باتت في النسيان بلا مدافع عن كرامة أهلها وقدسية أماكنها، فإذا بالغضب يتفجر ومعه يشتعل العالم الإسلامي على المستوى الشعبي ليقول القدس ما زالت وستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى. حي الشيخ جراح من الأحياء المهمة في القدس يتعرض لعملية تطهير عرقي شرع في تنفيذها بعد أن اعتقدت الحكومة الصهيونية أن التطبيع مهد لها الطريق لاستيلاء الكامل على القدس المحتلة، فإذا بالشباب المقدسي ينتفض عن بكرة أبيه في كل الأحياء ويتسع الغليان الشعبي ويتصاعد نصرة للقدس إلى مناطق أخرى من فلسطين، وتحول المسجد الأقصى إلى مركز رباط ومواجهة ضد عملية التطهير العرقي في حي الشيخ جراح.
المرابطون في الأقصى قضوا الأيام الأخيرة من شهر رمضان في اعتكاف والحجارة لا تفارقهم، ليبعثوا رسالة للصهاينة مفادها أن الوسيلة مهما صورت فإنها تكبر في سبيل الغاية النبيلة. القوات الصهيونية التي اعتقدت أنها لن ترى هذه الانتفاضة الفلسطينية استنفرت وحشدت قواتها وبدأت بحملات اعتقال ودهم واعتداء على المصلين، وكذلك المستوطنون المتطرفون بدأوا يهاجمون أهالي القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح الذي اكتظ بالمدافعين عنه من الفلسطينيين، لتبدأ المواجهات والصدامات. الصهاينة بأسلحتهم الفتاكة والفلسطينيون بالحجارة والأجساد في معركة غير متكافئة لكنها واضحة المعالم بين طرف يدافع عن أرضه ومقدساته وحقه وآخر معتد ومغتصب ومحتل. انتفاضة القدس تشكل نواة ثورة مقدسية جديدة، نقطة انطلاقها حي الشيخ جراح ومحورها القضية الفلسطينية بشكل عام، كما أن التضامن الشعبي في العالم العربي والإسلامي يؤكد أن محورية القدس تتخطى حدود التطبيع الآن الطارئ والغريب عن الموقف الحقيقي لشعوب المنطقة كلها. أرحب مرة جديدة بضيفينا الأستاذ محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد من بيروت عبر سكايب، وكذلك بالأستاذ ياسين حمود مدير مؤسسة القدس الدولية عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسين. طبعا أبدأ مع الأستاذ محمود. أستاذ محمود، لم يبقى حق من الحقوق الفلسطينية إلا واعتدت عليه قوات الاحتلال في هذا الاقتحام وهذه الجريمة التي اقترفتها باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الحق في العبادة، مكانة المسجد المبارك بالنسبة للمسلمين كمعلم إسلامي مقدس بالنسبة للمسلمين، الاعتقالات، إصابة المقدسيين بعضهم إصابات خطيرة كما تابعنا، كل شيء منتهك في القدس المحتلة والعالم يرى ويستمع إلى ذلك. كيف تقيمون المسألة من الناحية الحقوقية والإنسانية؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم أستاذ ياسين حمود. حقيقة عندما نتحدث نحن عن احتلال فالاحتلال يحمل يعني لا يحمل معه إلا الشر، فكيف وإن كان الاحتلال هو احتلال إسرائيلي؟ نعم. احتلال قام يعني ولد ولادة غير شرعية، قام على آهات وأوجاع شعب كان يعيش بأمن وأمان فيه، ارتكب الجرائم والمجازر، فلا يتوقع حقيقة من احتلال بهذه المواصفات أن يكون رحيما أو أن يكون إنسانيا أو ودودا بالشعب الفلسطيني. هذا بالإطار العام. بالإطار الخاص وما يجري في القدس، حقيقة القدس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وهكذا يزعم طبعا أن هذه المدينة هي مدينة يعني مقدسة بالنسبة إليه، وأنه لا مكان للفلسطينيين لا سكنيا وديموغرافيا ولا حتى دينيا وعباديا، وعليه للوصول إلى هذه الغاية التي وضعها لنفسه مبكرا ترتكب كل الجرائم ودون يعني دون أي تردد. القضاء هو جملة وجزء من منظومة الاحتلال، الشرطة، الحكومة، رئاسة الدولة، الأجهزة الأمنية كلها متوجهة باتجاه هدف واحد، هو تنغيص الحياة على الفلسطينيين ويعني جعلهم يرحلون من هذه المدينة، إما يعني من خلال الضغط أو إما بشكل مباشر كما نشاهد ويشاهد العالم كله. فالحقوق بالنسبة للفلسطيني أو يعني حقيقة يعني مهانة بشكل غير عادي أمام مرأة ومسمع من العالم. نعم. لأن العالم يعني ينظر إلى الاحتلال الإسرائيلي العالم نظرة مصلحية أكثر من نظرة أخلاقية أو نظرة إنسانية، وأن هذه الدولة هي دولة غير شرعية أساسا، بكل تأكيد. لأن حتى من ناحية القانونية يعني ولدت ولادة غير شرعية، ولدت تحت شرطين، يعني لا توجد دولة. نعم. من 193 دولة. نعم. ليس لها شروط إلا دولة الاحتلال. تمام، ابقى معي أستاذ محمود، سنعود إليك إن شاء الله. أستاذ ياسين حمود مدير مؤسسة القدس الدولية عبر الخط الهاتفي من بيروت، تعلم أستاذ ياسين
أنكم كنتم من الذين يعني مؤسستكم العامرة حذرت مرارا وتكرارا من خطورة هذه الجماعات المتطرفة ومن محاولاتها لترسيخ وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وكان للتوعية التي قامت بها المؤسسة دور كبير في التعريف بمخاطر هذه الهبة وبالتالي تهيئة الجماهير الفلسطينية لصد الهجوم. ما هو تقييمكم لما جرى حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخي الكريم عبر فضائيتكم المباركة أن أوجه التحية إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين قدموا الدم وقدموا العرق وقدموا الجهد نيابة عن الأمة جميعا ودفاعا عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين إلى الآن بصمود المقدسيين بصمود المرابطين في المسجد الأقصى بالتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمسجد الأقصى استطاع الكف أن ينتصر على المخرج. استطاع أهلنا المقدسيين أن يفشلوا ما خطط له الاحتلال من إدخال المئات من المستوطنين إلى المسجد الأقصى في هذا اليوم يوم 28 رمضان الذي خطط له على مدى السنوات الماضية 2019 و2020 وهذا العام. كان يأتي هذا اليوم المزعوم يوم القدس حسب التوقيت العبري أن يأتي في العشر الأواخر من رمضان، يريد أن ينغصوا على المقدسيين وعلى المسلمين اعتكافهم وقدسية مسجدهم. لكن بفضل الله أولا ثم بصمود المرابطين والمرابطات ووعيهم وتهيئتهم وبقائهم في المسجد استطاعوا أن يفشلوا ما خطط له الاحتلال من إقامة الصلوات التلمودية الكاملة من قبل المقتحمين الصهاينة في داخل المسجد الأقصى وتعكير قدسية هذا المكان. بحمد الله نستطيع أن نقول إلى الآن لم يستطع أي مستوطن يهودي أن يدخل إلى المسجد الأقصى حتى تحت حراب الجنود الصهاينة، رغم ما قاموا به من تنكيل ورغم القوة المفرطة التي استخدموها من رصاص مطاطي ورصاص حي وقنابل صوتية في داخل الأماكن المغلقة كالجامع القبلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة. رغم هذا كله لم ينجح الاحتلال في إدخال المستوطنين إلى داخل المسجد الأقصى، وثبت المقدسيون وهم الآن كانت عندما استطاعوا أن يدخلوا إلى غرفة الصوتيات سمعنا بآذاننا النداءات التي كانت توجه من المسجد الأقصى إلى أهلنا في مدينة القدس إلى المجيء والرباط في المسجد الأقصى وإلى صلاة الظهر. أستاذ ياسين، بالإضافة إلى ما تفضلت به، ما جرى اليوم منذ ساعات الصباح الأولى منذ الساعة 8 صباحا تقريبا حتى اللحظة هو محاولة لاقتحام المسجد ولكن فشلت بفضل الله ثم بقوة وصمود المقدسيين ورباطهم. اللافت في الموضوع هو أن هذه المشاهد التي نتابعها ونشاهدها إلى هذه اللحظة شبيهة جدا بالتي جرت في شهر أيلول من عام 2000 عندما اقتحم شارون المسجد المبارك وبالتالي صده المقدسيون. إلى أي مدى تعتقد أن هناك شبها بين ما يجري الآن وما جرى في الانتفاضة وما قد يمهد الانتفاضة أو هبة جماهيرية واسعة؟ الحقيقة المسجد الأقصى كان على مدار التاريخ هو الشرارة التي تطلق الانتفاضات والثورات من 1920 إلى 28 إلى 96 إلى 2000 إلى 2000 يعني إلى 2014 هبة الشهيد محمد أبو خضير وهبة السكاكين، ثم إلى 2017 هبة باب الأصباط، ثم 2019 هبة باب الرحمة، واليوم هذه الهبة الجديدة في الدفاع عن المسجد الأقصى. الفارق بين هذا وبين تلك أن الأمة لم تكن قد اخترقت للأسف الشديد بأنظمة ترى أن تطالب بوقف العنف المتبادل في المسجد الأقصى. للأسف الشديد من أبناء جلدتنا من يطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا فرق كبير بين الذي حدث عام 2000 والذي يحدث الآن. نحن شاهدنا في عام 2000 الميادين ممتلئة بشعوبنا العربية والإسلامية من كل أقطار الدنيا، وجدناها تملأ الميادين مطالبة
بفتح الحدود للذهاب إلى المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانب أهلنا المقدسيين. اليوم للأسف الشديد سرطان التطبيع الذي يعني هو غريب عن أمتنا للأسف الشديد لا نرى في ميادين أمتنا العربية والإسلامية مثل ما حدث في عام 2000. لكن المعول على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية أن ينتفض وأن يتوجه إلى أماكن التواجد الإسرائيلي والاقتحام معه. سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ ياسين حمود لاحقا نتحدث في المطلوب فلسطينيا، ولكن أنا أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة أستاذ ياسين. يعني ذكر الأستاذ ياسين ذكر قبل قليل أستاذ محمود بعض الحالات والمحطات المهمة من هبات الشعب المقدسي، وذكر محمد أبو خضير هذا الفتى المقدسي الذي فعل الاحتلال به ما يلي: أمسكه مجموعة من المستوطنين وقاموا بسكب البنزين على جسده والوقود، وكذلك يقال أنهم سكبوه أيضا في فمه وأحرقوه، وبعد ذلك نحن نعرف ماذا جرى بعد ذلك من هبة ومن حرب واشتباك مسلح مع غزة. يعتقد الآن أستاذ محمود أن الاحتلال الصهيوني في مرحلة إساءة الوجه، وما يعنينا هو الشق القانوني والحقوقي. الاحتلال الآن احتلال مفضوح، وجهه مساء بشكل كبير جدا، ولا يستطيع أن يغطي على هذه الجرائم وعلى هذا القبح الذي يقوم به في القدس وفي فلسطين بصفة عامة. كيف يمكن استثمار هذه الجرائم من أجل فضح الاحتلال ومحاصرته حقوقيا وقانونيا؟ نعم، نموذج الشهيد محمد أبو خضير ونماذج أخرى حقيقة كثيرة يمكن بمجملها أن تشكل يعني وثائق وقرائن ودلائل قوية جدا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذه الوثائق سيد الكريم حتى نكون موضوعيين وواضحين، هي خطوة في العمل الحقوقي، ولكنها ليست هي نهاية المطاف. ما لم يكن هناك قرار سياسي يستفيد من هذه التوثيقات ومن هذه الشهادات ومن هذه الفيديوهات الحية، حتى ما لم يكن هناك قرار سياسي بفتح معركة قانونية مع الاحتلال الإسرائيلي، فأعتقد أن هذه الشهادات وهذه الإفادات ستضاف إلى إفادات كثيرة يعني غيرها. الآن نحن يعني كحقوقيين وكتحالف دولي معني بالدفاع قانونيا عن القدس، حقيقة هناك مجموعة من الخيارات نحن يمكن أن نسلكها، أذكرها على سبيل المثال وليس الحصر. منها على سبيل المثال يعني موضوع محكمة الجنايات الدولية. أنا أعرف أن المحكمة ستنظر في قضيتين الآن، قضية العدوان على غزة عام 2014 وقضية الاستيطان، ولكن أيضا يمكن إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تتخذ قرارا سياسيا بإحالة جرائم الاحتلال في القدس إلى محكمة الجنايات الدولية، فذلك سيكون أمر مهم جدا، وكذلك الأمر الأردن وليس فقط يعني السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين. هذا الخيار نحن نعرف ان يعني البروسس او الميكانيزم او الآلية المحكمة بطيئة وتأخذ وقتا، لكنها تشكل ارباك للاحتلال الإسرائيلي. نعم. ان هذه الدولة هي دولة جرائم ودولة مارقة ودولة خارج القانون. مسألة ثانية بهذا الخصوص هي ان يعني مجلس حقوق الإنسان هو يعني احد الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. أنا حقيقة مستغرب لماذا لم تقم السلطة الفلسطينية وحتى أصدقاء فلسطينيين حتى لا نحمل السلطة وعدها، لماذا لم تطلب بلقاء عاجل لمجلس حقوق الإنسان لبحث هذه المسألة؟ يا سيدي، هذه المسألة إذا استمرت على هذه الحالة يمكن أن تشعل الحرب لها أول وليس لها آخر، وبالتالي هذه مسألة خطيرة جدا. الآن مجلس الأمن سيجتمع اليوم لبحث قضية القدس يعني بعد عدة ساعات، ولكن ما هو متوقع من مجلس الأمن الآن هو ربما إصدار بيان رئاسي يعني يدعو إلى ضبط النفس وإلى كالعادة إبقاء المدينة على ما هي عليه، لكن تبقى الجهود الفلسطينية كفلسطينيين نحن رأس الحرب، لأنه الأصدقاء القضية الفلسطينية ومناصروها ما لم يكن هناك قرار رسمي فلسطيني حقيقي في أن يكون رأس الحربة وهم المبادرون في هذه الخطوات.
نعم. أعتقد أن المهمة ستكون صعبة. وسنأتي إلى هذه النقطة أستاذ محمود اسمح لي، لكن أرحب الآن بالأستاذ توفيق محمد الكاتب الصحفي من مناطق المحتلة من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48. أولا أستاذ توفيق مرحبا بك معنا وحمد لله على سلامتكم. كنتم منذ ليلة أمس ومنذ الصباح في المسجد الأقصى وغادرتموه قبل قليل وشاهدتم ما جرى به من أحداث منذ ساعة الصباح الأولى، الحمد لله على سلامتكم، وكيف تصف الوضع؟ مرحبا بكم، الله يسلمك. طبعا الوضع في المسجد الأقصى المبارك وضع خطير جدا. سبق يعني وكان هناك الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا أطلقت فقط المسجد الأقصى في خطر، والكل في حينه يعني شكك في هذا النداء. نعم. الآن طبعا الذي نراه هو واقع الأمر أن المسجد الأقصى المبارك في خطر شديد جدا. الاعتداء الذي كان في اليومين الأخيرين هو استمرار طبعا للاعتداء الذي كان منذ الفتح من رمضان، حيث قامت قوات الاحتلال بقطع السلاح الموصلة للسماعات الصوتية وغير ذلك، ومن ثم الاعتداء في باب العمود، وتم يعني أوج هذه الاعتداءات هذه الليلة والتي كانت أيضا ليلة 24. هناك طبعا عشرات الإصابات الذين الشباب الذين أصيبوا في الرصاص المطاطي، وهي إصابات خطيرة يعني إصابات في الرأس وفي العين، ويعني بعض الشباب هناك خشية أن يفقدوا عيونهم. الليلة طبعا بعد ليلة من الاعتكاف وإصابات في المسجد الأقصى المبارك وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدينا صلاة الفجر وبعض الأذكار يعني ما أن يعني الساعة الثامنة وهذه قوات غفيرة من الشرطة تطلق الغاز المدمع والمطاطي أيضا وتقتحم المسجد القبلي، حيث الناس متواجدون لأعداد غزيرة جدا وتطلق داخل المسجد القبلي الغاز المدمع، وهذا أمر خطير جدا. يعني هناك ناس يعني لديهم أمراض من بيت التنفس أو من أمراض الرئة وغير ذلك من الأمراض التنفسية التي يعني من الممكن أن تؤدي الغاز المدمع إلى استشهادهم. وفعلا طبعا تم الاقتحام وتم اجراء يعني خراب ودمار شاسع وواسع داخل المصلى القبلي. هناك طبعا امور اثريه في المسجد القبلي، هناك تذكرات وهناك يعني زخرفات اثريه، رايت كثير من هذه الزخرفات مكسورا على ارضيه المسجد. نعم. أستاذ توفيق، من خلال اطلاعكم على آلية عمل الحكومة وطريقة تفكير الاحتلال الصهيوني وعلاقته بهذه الجماعات المتطرفة، طبعا كلهم متطرفون باعتقادنا، ولكن لديه علاقات مميزة مع جماعات المعبد والمستوطنين المتطرفين الذين من الممكن أن يساعدوا في تشكيل الحكومة لأنه مأزوم سياسيا نتنياهو كما نعلم، لماذا تلجأ الحكومة إلى حماية هؤلاء المتطرفين وتوفير الأجواء لهم وهي تعرف أن هذا قد يؤدي إلى هبة جماهيرية وقد يؤدي إلى إصابات وإلى شهداء وجرحى وإلى خلق نوع من ردة الفعل القوية تجاه هذا الاقتحام؟ يعني هناك قراءتان لهذا الأمر. القراءة الأولى وهي التي لا أميل إليها أن نتنياهو يريد تصدير أزمات الداخلية إلى العدو المشترك وهو شعبنا الفلسطيني، بحيث يسمح لهذه الجماعات اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتكون هناك تعليمات واضحة للشرطة بهذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات كما في المسجد الأقصى وكما في الشيخ جراح وكما في باب العمود وكما هي اليوم حقيقة يعني كل فلسطين التاريخية مشتعلة في الداخل الفلسطيني، حيث ملتحم الناصرة وفي المسجد الأقصى المبارك مدينة القدس في الضفة الغربية وغزة أيضا على شفاء أن تشتعل. يعني هناك القراءة الأولى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى أو رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى لتصدير هذه الأزمة الداخلية له نحو العدو الخارجي الذي بإمكانه أن يمثل في الجماعات أيضا. لكن القراءة الثانية والتي أميل إليها أن يعني غالبية أعضاء الكنيسة المنتخبين اليوم في الكنيسة
الصهيوني من اليمين المتطرف، من اليمين واليمين المتطرف. يعني الذين يقتحمون الأقصى هم ناخبي هؤلاء الوزراء وناخبو رؤساء الوزراء وناخبو الوزراء المستقبليين. يعني المكلف الآن بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وهو لبيد، الذي سيكون الرئيس الأول بنت مثل بنت، هو رئيس حزب يمينة، يمينة حزب من أقصى اليمين الإسرائيلي. يعني كان لديه تحالفات سابقة مع أحزاب يمينية أخرى، لكن هو بذاته في أقصى اليمين. أيضا الحليف المستقبلي له وحزب أرب جديد، حزب جيدون سار، وهو المنشق عن الليكود أيضا لأسباب داخلية، يعني أسباب مناصبية وداخلية أيضا من اليمين. وكذلك حزب دفاع البسينة الذي رأسه أفيدور ليبرمان نفس الشيء من اليمين الإسرائيلي. يعني الصورة أن المجتمع اليهودي الإسرائيلي اليوم هو مجتمع يميني في غالبيته، وبالتالي فإن هذه الاقتحامات تتوافق مع السياسة العامة لمن يحكمون الدولة. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ توفيق. أعود للأستاذ ياسين حمود مدير مؤسسة القدس الدولية. أستاذ ياسين، كنت قد تكلمت قبل قليل عن ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في فلسطين المحتلة، ونعني بها في القدس. بطبيعة الحال هناك حالة اشتباك كما نلاحظ، ومحاولة صد الهجمة الصهيونية على القدس وعلى الأقصى. في الضفة الغربية في الداخل المحتل هناك مظاهرات وكان هبة واضحة، وكذلك في غزة. ما المطلوب فلسطينيا، علما بأننا الآن كما تفضلت وكما تفضل الضيوف الكرام، ينطبق علينا المثل القائل ما حك جلدك مثل ظفرك؟ يعني المطلوب منا نحن أن نحل مشاكلنا ونعرف كيف نتعامل مع الاحتلال، لأن النظام العربي الرسمي هو للأسف الشديد نظام منحاز، ليس معنا بطبيعة الحال كما يقول المراقبون. والدليل على ذلك أن الجامعة العربية على سبيل المثال قررت أن تعقد اجتماعها غدا الثلاثاء وليس اليوم، يعني بعد انتهاء الحدث من المفترض أن يعقد الاجتماع. في البداية أهلنا كشعب فلسطيني أعتقد أنهم يعني يؤدون ما عليهم من واجب في كل أماكن تواجدهم، وحتى في أماكن اللجوء. نحن رأينا في الداخل الفلسطيني المشتعل في المسجد الأقصى من لما كانت آخر مرة هبت باب العمود وكسر إرادة المحتل وفتح الساحة أمام المقدسيين، ثم رأينا توافد عشرات مئات بل ألوف من أهلنا في 48 إلى للرباط في المسجد الأقصى. رأينا من الضفة الغربية تتحرك، شعبنا الفلسطيني في الداخل متحرك، وشعبنا الفلسطيني في الخارج. لم يبقى مخيم أو تجمع فلسطيني في لبنان إلا وخرج حتى ساعات الصباح من صلاة التراويح حتى صلاة الفجر وهو يجوب المخيمات متضامن مع أهلنا في القدس. رأينا المقاومة في غزة تطلق تهديداتها، ورأينا الاحتكاك مع الاحتلال من خلال البالونات الحارقة وغيرها. شعبنا الفلسطيني يقوم بما عليه من واجبات. المطلوب من السلطة الفلسطينية التي هي رأس النظام الآن أن تعود مرة ثانية إلى شعبها، أن تطلق يد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، أن تطلق على الأقل المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وأن توقف التنسيق الأمني. نعم، توقف التنسيق الأمني وتوقف التنسيق الأمني، وتعود إلى ما اتفق عليه في مؤتمر الأمناء العامون في بيروت، إلى الوحدة الوطنية، إلى توقف الانتخابات كما فعلت. هذا المطلوب أولا على الصعيد الداخلي، ثم على الصعيد الخارجي. قضية الشيخ جراح هي قضية رابحة عند محكمة الجنايات الدولية، ورأينا تضامن حتى الغرب معها، ورأينا تقل الولايات المتحدة، ولم نرى لا السلطة الفلسطينية ولا الأردن التي هي كانت ضامنة لأهل الشيخ جراح في موضوع الاتفاق معه بينهم وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولم توفي بالتزاماتها لهم. عليهما السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية أن ترفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية. أيضا مطلوب من شعوبنا العربية، هذه القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل هذه هي للعرب وللمسلمين جميعا، هي قبلتهم الأولى، هي مشرى نبيهم، هي مهد المسيح عليه السلام.
دعني أسألك أستاذ ياسين، دعني أسألك بعد الفاصل، ماذا من الممكن أن يقدم العرب والمسلمون في هذا الوقت؟ لكن بعد أن نذهب ضيوف الكرام لمتابعة هذا الجرافيك ثم نعود بحول الله، فتفضلوا بالبقاء معنا. نحييكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذه المتابعة الإخبارية لمجريات الأمور في المسجد الأقصى المبارك واعتداء الاحتلال وجماعات ما تسمى بجماعات المعبد ومحاولة اقتحامها، كما يعني يقول الخبر العاجل الآن وكما يأتي مباشرة من هناك أنهم يستعدون على باب المغاربة من أجل اقتحام المسجد الأقصى المبارك في محاولة جديدة، على ما يبدو لأنهم فشلوا في ساعات الصباح في اقتحام المسجد وفشلوا في تفريغه من المرابطين ومن المصلين. ونتحول مرة أخرى للترحيب بضيوفنا الكرام الأستاذ محمود الحنفي والأستاذ توفيق محمد وكذلك الأستاذ ياسين حمود أو حمود. وأعود إليك أستاذ محمود، يعني ما ذكره الأستاذ ياسين قبل قليل هو كلام مهم، المسألة لا تتعلق فقط بالمسجد الأقصى المبارك وإن كان اليوم الحدث يدور هناك، إنما أيضا كان يدور منذ أيام طويلة في حي الشيخ جراح. ودعني أتوقف هنا عند حوار قصير جدا دار بين الشابة منى الكرد المهدد منزلها بالاستيلاء عليه أو المهددة بالتهجير هي وأبوها، وما جرى بينها وبين المستوطن الذي احتل بيتها اسمه يعقوب، تقول له أنت تسرق بيتي، فيرد عليها قائلا بكل وقاحة يعني كما عودون الصهاينة المستوطنين، إذا لم أسرقه أنا سيسرقه غيري، بكل بساطة، وكأن يعني وكأنه يعرف أولا أنه سارق، ثانيا يعرف أن مستوطنا آخر يمكن أن يأتي ويسرق هذا البيت. كيف يمكن أن نستخدم هذه الجرائم وهذه الفضائح في النواحي الحقوقية والإنسانية؟ نعم، قضية الشيخ جراح أو المثل الذي ذكرته قضية يعني صارخة، لا لبس ولا نقاش ولا جدال في يعني في 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 حق الفلسطينيين. هناك إجماع على أن ما يجري هو ترحيل قسري للسكان دون وجه حق، يعني كل الهيئات الدولية قالت هذا الكلام. الآن كيف يمكن أن يستفيد أو كيف يمكن أن نستفيد من هذه التصريحات أو هذه الشهادات؟ مهم جدا أن نقول أن القدس والأقصى. نعم تفضل أستاذ محمود أسمعك. أستاذ محمود يبدو أن الاتصال انقطع بالأستاذ محمود. طيب نذهب للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، هذه الجرائم يعني تستحق أن نتوقف عندها ونتمعن في محاولة الاستفادة منها من كل النواحي، باعتقادكم ومن خلال خبرتكم ومعرفتكم بهذا التجمع الصهيوني وبالحكومة الصهيونية، كيف يمكن فتحه وكيف يمكن الاستفادة من هذه الجرائم التي يقوم بها من أجل إساءة وجهه؟ يعني هناك عدة مسارات يمكن لشعبنا الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية أيضا وللجمعيات الحقوقية أن وللقوى السياسية والفصائلية أن تقوم بها. يعني هناك المسار السياسي، هناك المسار الإعلامي، وهناك المسار الحقوقي، هناك مسار المحاكم الجنائية الدولية، وهو مسار خطير جدا على الاحتلال الإسرائيلي بحيث يتكبل يقيد حركة السياسيين الإسرائيليين عبر العالم.
وطبعا هذا اعتقد هذا خيار لابد ان تذهب به، وطبيعي جدا ان مثل هذا الخيار لابد ان يكون خلفه دوله، خلفه دوله او سلطه معترف بها، هكذا طبعا القانون الدولي. ولذلك يعني لابد للسلطه الفلسطينيه ان تذهب بهذا الاتجاه وتصر على الذهاب اليه حتى النهايه، لان الاحتلال الاسرائيلي يعني اصبح متغولا ومتوحشا في العديد من المفاصل. هو يعتقد ان الفرصه مواتيه الان له لتنفيذ مآربه ومخططاته في المسجد الاقصى المبارك وفي مدينه القدس المباركه، خاصه بعد اتفاقيات العار التي وقعتها بعض الانظمه العربيه في الخليج وفي المغرب العربي، والتي طبعا اعطت الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي بان يتقدم ويتغول، بل ابعد من ذلك بعض هذه الانظمه العربيه وهي النظام الاماراتي يعني بصريح العباره متورط بتسريب املاك محيطه في المسجد الاقصى المبارك لصالح الاحتلال الاسرائيلي ولصالح المستوطنين. لذلك يعني هو راى هذا يعني الاندلاق يعني اقول بسميه العربي بين هلالين نحوه، وهو يعني يعتقد ان بامكانه ان يحقق مآربه ومخططاته في القدس وفي المسجد الاقصى المبارك، ولذلك يتغول ويعتدي. اللافت استاذ توفيق انه على الرغم من كل ما تفضلت به، الخذلان العربي الفلسطينيون تعودوا على هذا الخذلان، حتى عندما لم يكن هناك تطبيع معلن في الحقيقة كان الوضع يعني أفضل قليلا، ولكن جوهر المواقف كانت شبيهة بجوهر المواقف الآن. لكن السؤال اليوم عن هذا الإبداع الفلسطيني، الفلسطينيون لم يتعبوا، لم ييأسوا، لم يتوقفوا، لم يكلوا، لم يملوا عن الصمود والرباط، وما يقوم به المقدسيون الذين تمارس بحقهم كل سياسات القمع وسياسات التمييز العنصري والسياسات الاقتصادية وكذا، ما زالوا قادرين على التمسك بهذه المقدسات والدفاع عنها. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ يعني في البداية دعنا أقول أن أي إنسان تضع ظهره إلى الحائط ليس لديه مكان إلا أن يتقدم إلى الأمام. الشعب الفلسطيني ظهره إلى الحائط، يعني هو محاصر من كل مكان ومضيق عليه من كل مكان ومعتدى عليه من كل مكان، فأصبح ليس لديه مكان يعني مساحة يتقدم إليها إلا إلى الأمام. هذه واحدة. أما الثانية، شعبنا الفلسطيني غير أنه ظهره إلى الحائط هو شعب ذو إرادة، صاحب حق، وصاحب الحق يمكن يعني أن ينهزم الدول مهما بلغت من القوة والعتوة والأسلحة، لن تستطيع، مستحيل لن تستطيع أن تغلب الشعوب. ولنا تجربة طبعا في الجزائر بلد مليون شهيد، لنا تجربة في فيتنام، ولنا تجربة في غزة، ولنا تجربة في الضفة الغربية، لنا تجربة في كل مواقع شعبنا الفلسطيني. يعني هي يعني عبادة المراغمة وصراع الإرادات مع هذا الاحتلال الذي يسعى طبعا لتحقيق الآن مخططاته كما قلت، وهو معتقد أن النظام العربي الرسمي المترهل يتيح يتيح له فعل ذلك. لكن يعني أنا قلت يعني وكتبت ذلك عدة مرات في مقالات يعني متعددة، أن مقياس النصر والهزيمة ما بين دولة كإسرائيل بهذه القوة وما بين مقاومة لا تملك يعني إلا الأشياء البسيطة، على سبيل المثال ما كان ما حصل في العدوان في العام 2014 أو 12 أو غيره من 2008، مقياس الانتصار في عدد يعني الشهداء الذي قدم، إنما في الصمود والثبات الذي يبديه الشعب. يعني الشعب يبدي صمودا وثباتا أسطوريا هذا واضح أمام هذه القوة المنتقطة. أرجو أن تبقى معي أستاذ توفيق، سأعود إليك لاحقا. أرحب مرة جديدة بالأستاذ ياسين حمود مدير مؤسسة القدس الدولية. أستاذ ياسين، في مسألة مهمة جدا مرتبطة بالدور العربي والإسلامي، الشعوب الآن نحن على ثقة أنها مع فلسطين قلبا وقالبا، وأنها تعشق فلسطين ومستعدة لتقديم الأرواح قبل الأموال وقبل الأوقات من أجل فلسطين، و
الدليل على ذلك أنهم يثبتون بكل الوسائل قدرتهم على الوصول إلى فلسطين، حتى لو يعني بإرسال زيت يسرج في قناديل الأقصى. وفي نفس الوقت نتنياهو نقرأ له قبل فترة تغريدة باللغة العربية بالمناسبة، يقول: أكبر عقبة ما زالت تواجهني وتواجه حكومتي هي الشعوب العربية. أنا لست قلق من التطبيع مع الأنظمة العربية، إنما مشكلتي والعقبة التي تواجهني هي مع الشعوب العربية. هذه الشعوب التي ما زالت شوكة في حلق نتنياهو وحكومته، كيف يمكن أن تنصر القدس؟ ما الأدوات التي يمكن أن تستخدمها هذه الشعوب التي لا تستطيع في بعض الأحيان أن تعبر عن رأيها في التلفزة وفي الإعلام، أو حتى أن تخرج بمسيرات ومظاهرات كما جرت العادة في أوقات سابقة؟ ابتداء، نحن على ثقة أن شعوب أمتنا العربية لا زالت حية، وأن بعض الأنظمة التي تجثم على صدور أبناء شعب أبناء أمتنا إلى زوال إن شاء الله رب العالمين. هذه الشعوب الحية أخي تستطيع أن تفعل الشيء الكثير بالنسبة للمقدسيين. أنا كما ذكرت في البداية أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقوم بما عليه من واجب، بل يقوم أكثر من ذلك. لكن هذا الشعب الفلسطيني يجب أن لا يعني نتكل ونتغنى ببطولاته وبصموده دون أن نقدم له شيئا. الشيء الأول الذي يجب أن تسعى شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى رفض المقدسيين بما يجعلهم صامدين في بيوتهم، صامدين في وجه أسرار التعليم عندهم. شعبنا العربي يستطيع أن يوصل المال إلى شعبنا الفلسطيني، بحيث أنه يستطيع، هناك أخي أكثر من 20,000 منزل مقدسي مهددة بالهدم، ويجبر المقدسي على هدم بيته بإيده. وهؤلاء المقدسيون ألا يحتاجون إلى أن من يقف معهم إلى جانبهم بالمال؟ المقدسيون الذين تغنينا ببطولاتهم في هبة باب الأسباط وهي هبة باب الرحمة وهبة باب العمود، وفي هذه الهبة اليوم هؤلاء عليهم مئات القضايا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هم يحتاجون إلى دعم قانوني. إذا نحن بحاجة إلى الوقوف إلى جانب المقدسيين ماديا. ثانيا، هذه الشعوب يجب أن تضغط على حكوماتها من خلال البرلمانات ومن خلال الوقفات ومن خلال غيرها أن يعني حتى أستاذ ياسين، حتى الذين يعتقلون يفرج عنهم بكفالة تصل إلى 5,000 شيكل، تقريبا 1,500 دولار. يعني هذا إذا تركنا المقدسيين لمصيرهم لوحدهم دون أن نقف إلى جانبهم ماديا، هذا المقدسي سيصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع، سينهار. لا نتمنى ذلك، لكن شعوب أمتنا العربية والإسلامية بحاجة إلى أن تقف ماديا إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجبه، في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة وفي غيرها. الشيء الثاني، شعوب أمتنا العربية يستطيع أن يشكلوا ضغطا حتى على الحكومات الغربية من خلال نقل هذه الفيديوهات وهذه الرسائل وما يحدث في المسجد الأقصى، أن يكونوا مراسلين حقيقيين وينقلوا هذه الصورة إلى السفارات الأوروبية. يستطيعوا أن يشكلوا ضغطا على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من خلال إغراق هذه السفارات بالفيديوهات وبالاتصالات وبغيرها. يستطيعون أن يرفعوا الصوت عاليا، هناك أحرار الأمة أحرار العالم، عندما يصلهم ما يجري في المسجد الأقصى وما نعم. يجري في حي الشيخ جراح نعم. وغيره يتضامنون، هناك كثر من المتضامنين مع أهلنا في فلسطين. أما الحكومة العربية نعم. فمطلوب منها أخي تفعيل القرارات الجامعة الدول العربية، إنشاء صندوق القدس وإنشاء صندوق الأقصى. يعني هذا الأمر إلى متى يبقى معطلا؟ إلى متى نعم. يبقى المقدسيون يكال لهم الضغط عليهم وضربهم، وبعض السفراء العرب يتناولون الإفطار يعني هذا من أعجب العجائب. أستاذ ياسين، أشكرك جزيلا. أستاذ ياسين حمود، مدير مؤسسة القدس الدولية، وأعود إلى ضيفي فيما تبقى من الوقت. يعني الرجل يدعوهم إلى
إلى طعام الإفطار. يعني هو ليس رجلا، هو عدو بطبيعة الحال. رئيس الكيان الصهيوني دعا السفراء ومن ضمنهم سفراء عرب إلى طعام الإفطار، هذا في الوقت الذي كان يقتحم فيه الأقصى وباب العمود وأيضا حي الشيخ جراح. لا نملك ما نقول في الحقيقة. أستاذ توفيق، سؤال أخير قبل الانتقال للأستاذ محمود، ما التوقعات؟ الأخبار تقول أنه قد يجدد عدوانه على الأقصى خلال الساعات القادمة لإدخال أو لإقحام هؤلاء القطعان إلى الأقصى مرة جديدة. ماذا تتوقع في هذا اليوم وفي الأيام القادمة أستاذ توفيق؟ يعني اليوم، يعني حتى بعد أن فتح المسجد الأقصى المبارك، فتح لمن هم دون، لمن هم فوق سن الأربعين. نعم. ما دون سن الأربعين منعوهم من الدخول على فكرة. يعني أنا شاهدت أمام ناظري الاعتداء على شبان، كانوا يقفون في باب الأسواق يريدون الدخول إلى مسجد الأقصى المبارك، وألقوا عليهم القنابل الصوتية وهي قنابل مؤذية جدا. يوم منعوهم من الدخول. أيضا هناك تهديدات من قبل جماعات الهيكل باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد، في طبعا هو يوم الذي يطلقون عليه يوم القدس الموحدة. احتفالاته بدأت اليوم وتنتهي يوم غد، ويعني الإعلان عن الاقتحامات ما يزال مستمر حتى يوم غد. يعني التوقع في إعادة الاقتحام وإعادة تبنية المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي إعادة الاعتداء على المعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك، ما يزال مرشحا في هذه الليلة وفي صباح يوم غد. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ توفيق محمد الكاتب الصحفي، كنت معنا من مناطقنا المحتلة عام 48. أعود إليك أستاذ محمود في سؤال أخير يتعلق بتوحيد الجهود الفلسطينية، سواء الرسمية أو غير الرسمية من المنظمات الحقوقية وغيرها والمؤسسات الموجودة، من أجل تشكيل ما يمكن أن نسميه جبهة حقوقية قانونية لملاحقة الاحتلال الصهيوني، كما نسمع عن منظمات مثل BDS وغيرها من منظمات المقاطعة لإسرائيل. نحن أيضا نسميها، أو يجب أن تكون، غرفة عمليات سياسية وقانونية مشتركة. نعم، جميل. لأنه هذه التسمية مرتبطة بأن الوضع خطير، ولابد من تنسيق الجهود الفلسطينية واستفادة من الإمكانات وهي كثيرة. لكن يا صديقي، أنا يعني دائما أؤكد على نقطة، يعني معك ومع كل زملائنا القانونيين، إلى أن المسألة تحتاج إلى تحرير القرار الفلسطيني. القرار الفلسطيني الرسمي لا زال مقيد، ويعني لا يعرف إلى أين يذهب. يعني ليس، لم يحسم أمره بعد حتى الساعة. لا زال يخلط السياسي بالقانوني، لا يزال عنده أمل أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن عبر المفاوضات أن ليست لديها أولويات واضحة. نعم، وبالتالي كمجتمع مدني فلسطيني حقوقي حقيقة، هو مجتمع متميز جدا، وهو الذي أعطى ورفض يعني محكمة الجنايات الدولية بالتقارير اللازمة، وهو الذي يعني يعمل بقدم على قدم وساق لفضح صورة الاحتلال هو وسائل الإعلام. لكن تمتلك منظمات المجتمع المدني وزن من منظومة التأثير. حقيقة هناك أيضا وزن مهم جدا تمتلكه دولة، هي دولة فلسطين، أو هذه الميزة التي اكتسبناها قبل عدة سنوات. إسرائيل يجب أن لا تفلت من هذه الجريمة أبدا، ويجب أن يكون هناك ضغوط هائلة على السلطة الفلسطينية، ضغوط كبيرة جدا هائلة لتحرير القرار الفلسطيني، لإطلاق يد المقاومة القانونية ولإطلاق يد المقاومة الشعبية، ولإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. لأن هذه النقاط الثلاثة تشكل بالنسبة إلينا عائق حقيقي. يعني الاحتلال عندما نواجهه نحن كحقوقيين ندرك أن هناك مشكلة. يعني الاحتلال لديه إمكانات كثيرة وكبيرة نواجهها، ولكن عندما نواجه نحن القيود المحلية الفلسطينية حقيقة المسألة مربكة بالنسبة إلينا. المسألة أيضا مرتبطة صديقي العزيز بأن الشعب الفلسطيني يعني هو في حالة غليان وانفجار، وعلى السلطة الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية أن تلحظ ذلك وأن تدرك ذلك. نعم. لأن هذا الشعب عندما يثور، لن يثور فقط على الاحتلال، بل سيثور على كل الاتفاقيات الملحقة أو موقع مع الاحتلال التي تقيده التي قيادته وصلته. نعم. إلى هذه النتيجة. غير ذلك نحن يعني يجب أن نوفر لهذا الحراك ولهذا النضال مظلة
قانونية ودبلوماسية. نعم. يجب أن يشعر الفلسطيني هذا الذي يضحي ويظهر ليالي بأن هناك مظلة تحميه وتوفر له هذه الحماية. هذا صحيح. أشكرك جزيلا أستاذ محمود، وهذا الجهد ملقى على كاهلكم، يعني أعانكم الله. أستاذ محمود الحنفي مدير مؤسسة أو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، والشكر موصول إلى ضيوف الكرام الذين كانوا معي في هذه المتابعة الإخبارية للعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك وعلى حي الشيخ جراح وعلى بيت المقدس على قبلتنا الأولى والمسجد الثاني وتلك البقعة الطاهرة المباركة 144 دنم، وهذه أرض لن نفرط بها بطبيعة الحال. وفي النهاية أشكركم لطيب المتابعة، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.